حلقه جديده من كلوز اب، وانا مش عايز اطيل خالص في المقدمات. اولا علشان ضيفتي اللي هي صديقه للناس كلها بحكم تواجدها اللي بقاله كذا سنه الحقيقه، بغير هي او قامتها كفنانه او تاريخها معانا وحبنا ليها وهكذا، لكن كمان تواجدها القوي جدا دلوقتي كمان من خلال السوشيال ميديا ومن خلال صفحتها اللي الحمد لله بقت فعلا عندها اصدقاء بجد، خلاها فعلا بجد واحده الواحد عايز ما يتكلمش ويسمع منها. ولما كمان تقرر ان هي تقدم مسرح وترجع في عمل مع الاستاذ سمير العصفوري على المسرح القومي وتقدم استعراض ويبقى في موضوع وتحضر له لمده طويله جدا جدا جدا، اكيد في سر وراء تحمسها للعوده بهذا الشكل. حقيقه عمل محترم جدا، احنا في المسرح القومي وشفنا مسرحيه في انتظار بابا، ومعايا النجمه الجميله المحبوبه اللذيذه اللي كانت رايحه جايه على المسرح محدش عارف يوقفها، نجمه صباح انور. بجد مبسوط ان انا قاعد معاكي، بجد مش عارف اقول لك ايه، ثانك يو بجد بجد، يعني كلام جامد جدا جدا، لانه زي ما انا قلت فعلا انه زي غير ان قد كده انت محبوبه وعلاقتك يعني حلوه والناس بتحس ان انت جزء خلاص من عيلتها الكبيره، بس كمان زي ما قلت تاني اللي بتعمليه والكونتنت اللي بتعمليه وشغفك اللي بتقدميه من خلال السوشيال ميديا وخاصه صفحتك من خلال ساعات وايام وحتى وقت كورونا كمان كنت اكتف جدا، كل ده مخليكي حقيقي وقريبه من الناس، فبنحس ان احنا عارفينك صاحبتنا. كلام حلو خالص، ربنا يخليك بجد، يعني انا في السما سبعه. ثانك يو. اولا قبل اي حاجه زي ما انا قلت انت موجوده هنا بتقدمي عرض مسرحي مهم وكبير، وكان المفروض كان في نجمه كبيره زي سميحه حقيقي المفروض تبقى موجوده، قصه طويله كده. صحيح. عايز اعرف الحكايه جت منين؟ هي الحكايه عشان نوصل لليوم اللي احنا فيه ده. جت من هنا، جت من هنا انه كلمني الاستاذ سمير العصفوري، دي تالت لقاء بينا. اشتغلت معاه قبل كده ولاد الشوارع، وبعدين بالو، وبعدين في انتظار بابا. فكلمني قال لي في روايه على قومي عايزين نعملها، وفيها العملاقه سميحه ايوب والعملاقه اشرف عبد الغفور وكده، فتعبطت طبعا، تعبطت رسمي لانه دي اول مره على المسرح القومي، او ما ده اللي انا بقوله لك، يعني المسرح القومي بلس سميحه ايوب بلس اشرف عبد الغفور بلس اصلا سمير العصفوري، فيعني اللي هو امله لقطه. فقلت له الاوردر الساعه كام؟ قول لي على الوقت حالا انا بلبس اهو. وابتدت كده، ابتدت كده، بس الكلام ده من سنه، من سنه يعني من اكتوبر 2020 فعلا. فضل شغفك مع البروجكت او مع المشروع وحتى مع التغيرات او الاعتذارات او ايا يعني كان، فضلتي متحمسه للمشروع وانت موجوده النهارده. صحيح. ايه سر حماسك للمشروع؟ المسرح. اولا انا عايز احط في السي في بتاعي ان انا اشتغلت على المسرح القومي، ده بالنسبه لي شرف عظيم، شرف كبير، وامله يعني كل فنان في مصر كلها يتمناه، ده حقيقي. فانا كان يهمني انا للشرف ده، وكمان في الـ في الـ في الصحبه اللي ما تتكررش دي. بلس كمان انه انا يعني مسرح، يعني بص يعني طبعًا. انا طبعًا. بلاقي نفسي هناك، ده مكاني، ده دي كينونتي يعني. مع كده كنت مقله يعني على مدار ليك طبعا اعمال كتيره. أيوة. بس البالانس او الريشيو. أيوة. مش كبير. السينما تكسب والدراما تكسب، ما دي المشكله، لانه المسرح في مصر ايام ما كان في مسرح، يعني دلوقتي مفيش مسرح حقيقي، لكن ايام ما كان في مسرح ما كانش في نصوص جيده كتير. دلوقتي مفيش نصوص ومفيش مسرح، مش هنضحك على بعض. ده بيخلي اي ممثل حلمه في المسرح ما يبقاش يعني واخد فور جراوند قوي، لكن لما بتبقى الحكايه عارف متوضبه كده لوحدها الواحد ما بيصدق. ومش يعني بس كمان مسرح ميوزيكال، انت كمان بتقدمي استعراض، بتقدمي موسيقى، بتقدمي يعني هو موضوع فيه مش بس مسرح. فاعتقد ده كان برضو مصدر اغراء. هو المسرح بالنسبه لي كده، المسرح بالنسبه لي انرجي، يعني حاله، مش حد طالع يقول دوره وخلاص، يعني الحكايه مش كده. جمهور القومي مختلف؟ جدا، ممتع. حسيتيها؟ جدا. ازاي؟ احلى حاجه في المسرح الجمهور اللي ما عندوش يعني مش جاي يتفرج على المسرح كاوبشن، كطرف يعني. القطاع العام او المسرح الحكومي تذكرته قليله، واللي بيجي ناس من الطبقه المتوسطه المندثره عندنا في حياتنا كلنا، يعني الناس دي فعلا اولى بالفلوس، يعني الجمهور اللي بيجي اولى بالفلوس اللي بيجي يصرفها في المسرح، فده جاي عايز يتفرج على المسرح، ده قاصد، ده بالنسبه له مختار. ده مش جاي اوبشن، ده بيحب يتفرج على المسرح، فده ممتع جدا. ده ممتع جدا حقيقة.
ولقيتي رد الفعل اللي كنت متوقعاه، يعني فخوره سعيده فخوره جدا، بالفيدباك سعيده بالتجربه سعيده فخوره. كان عندك تخيل عنها ولما اشتغلتيها لقيتي تخيل مختلف او لقيتي واقع مختلف؟ هو بص، المسرح ميزته عن الفنون الاخرى المرئيه كلها انه كائن له حياه لوحده، يعني هو زي ما بيقولوا كده هذا لايف اوف اتس اون، يعني المسرح والروايه اللي بتتعرض عليه دي حياه انت بتخش تضخ دمك فيها علشان الحياه دي تكبر والناس تحس بالنفس بتاع الحياه دي، لكن هي كده كده بتتنفس بيك، من غيرك هي بتتنفس. فده انطباع، دي الحاله اللي بيديها لي المسرح وباخدها منه انا. وفي انرجي، في طاقه، وطاقتك باينه جدا الحقيقه على المسرح، وده جزء من شخصيه سماح انور اللي على طول عندها طاقه سواء ذهنيه او سواء جسديه بتطلعها باشكال مختلفه وباشكال مختلفه من الابداع او حتى من التفاعل مع الناس. ايوه، جزء مهم جدا هو ان انت تكوني عندك شغف باللي بتعمليه. طبعا شغوفه كمان بشغلك كمحتوى وشيء انت تقدمي. الاول بدا بادفايس او بنصائح، وبعد كده تطور الى كلام في حاجات كتيره جدا بتبحثي في مواضيع تتكلمي عنها. لقيتي في ده ايه، وايه نوع الرضا او الساتسفاكشن اللي خدتيه من التواصل بالشكل ده مع الجمهور بعيدا عن العمليه الفنيه؟ هو بص، هو انا دايما متعوده، يعني ابويا دايما كان بيربيني على كده انه مفيش حد ربنا ما خلقوش فنان. يعني اللي بيقول لك ان الفن موهبه وبتاع ده يعني كلام مش مظبوط قوي، يعني ابويا علمني الحكايه دي. وفعلا الابداع ببساطه هو عباره عن انه اي حد فينا بيعمل اي حاجه ان شاء الله يكون طبق بدماغي ممكن يخليه اي حد هياكله يقول الله على طول. صح؟ طب ده ابداع. وفي حد يعمل لك طبق بيض اللي هو تاكله وخلاص عشان انت جعان. كل حاجه كده، كل حاجه عيننا هتقع عليها ممكن صاحبها يبقى مبدع فيها او لا. انا مؤمنه بالابداع في اي شيء، ومؤمنه انه البني ادمين احنا كمان في مجتمعاتنا وفي مجتمعنا المصري بالتحديد عندنا مشكله كبيره جدا ان احنا بنصدر لبعض دايما الكلام اللي يخلي حياتنا تبوظ. يعني انا لما قابلك اقول لك خلي بالك والنبي عشان الدنيا صعبه. ليه؟ يعني طب ما ممكن تبقى صعبه عندك يعني. صحيح. أنا والدنيا صعبه يعني ماشي يعني. ومين قال انها صعبه؟ انا اللي قلت على فكره. صحيح. لكن هي سهله لانه في قطه في الشارع ماشيه مطمئنه جدا ومستكنيسه كده وبتاكل وبتخلف وبتلعب، ولو قلت لها كوره هتلعب ما تتعمي من اللعب ولا شايله هم خالص لانها عارفه ان مفيش حاجه صعبه. فإذا كان القطة دي عندها التيقن ده، البني آدم الجامد قوي ده إزاي ما يبقاش عنده؟ لأنه طبعًا طبيعي إحنا بني آدمين، عشان إحنا بني آدمين ضغوط الحياة كتيرة، الواحد بيقع في دارك سبوت كتيرة، وأنت برضو من الناس اللي عن يعني من خلال بس قصتك، بس أنت اللي بتعمل الحياة مش هي اللي بتعمل، بس من خلال قصتك أنت أصلًا، قصتك تجربتك في حد ذاتها هي فيها انسبريشن للناس من غير حاجة. ما هو ده الاسباب، مع الازمه اللي عديتي بيها، مع كل ده، هو وجودك النهارده وانت واقفه بالطاقه ديت، ووجودك على مدار السنين اللي فاتت، ده اصلا انسبريشن في حد ذاته. بس ده اثبات، ده مش انسبريشن، ده اثبات. انا بحاول اثبت للجميع بعمليا مش بالكلام انه اي حد فينا يقدر يكون اي حاجه في اي لحظه. صحيح. It's up to us. صحيح. بس الناس بتقع بقى. احنا عندنا مشكله ان احنا مش مصدقين في الحكايه دي. كل واحد فينا قاعد يقول ما انا في ايدي ايه؟ ما انا غلبان؟ ما الدنيا صعبه؟ ما الناس وحشه؟ ما هم واقفين لي في رزقي؟ ما هم اللي معطلين؟ ما انا قاعد عشان هم مش عايزين يشغلوني؟ الكلام ده مش حقيقي. مش حقيقي. انت اللي بتخلق الدنيا، الدنيا بتتجاوب معاك، مش بتقول لك تعمل ايه، هي بتصحى الصبح تقول لك هنعمل ايه النهارده؟ فانت تصحى الصبح تقول ايه؟ ده يوم نيله قوي والمرور والزحمه والبرد والبتاع، ده اللي هتلاقيه. صحيح. لان ده قرارك انت اللي تقول. من ضمن اشكال سعيك او اشكال قراراتك ان انت كمان تحمست انك تعملي مهرجان للافلام. أيوه. ودي حاجه كانت يعني في وقت برضه صعب، وقت كورونا، يعني اصل المهرجانات دي بيعملها كيانات يعني. مهرجان صباح. ايوه. طبعا مع كل الناس والاسره. yes. الناس اللي عادتك. جات لك برضه الفكره ايه اللي حصل، وايه نوع برضه التجربه دي كانت بالنسبه لك عامله ازاي، ولقيتي منها ايه؟ الحقيقه انا عملت المهرجان ده مش عشان حابة اعمل مهرجان، لان انا بالنسبه لي يعني مش شغلتي قوي، لكن انا كان عندي هدف اكبر واحنا شغالين على ده، والمهرجان السنه الثانيه خلاص احنا ان شاء الله فبراير الجاي ان شاء الله.
احنا يعني انا عملت ايه؟ انا عملت بلاتفورم، بلاتفورم منصه. المنصه دي مش بتاعه ستارز زي كل المنصات اللي موجوده، المنصه دي بتاعه ناس زي حالاتي كده اللي هم مش بوكس اوفيس دلوقتي ولا حاجه، لكن ناس عارفاهم وكويسين ودول كتير قوي جدا، والسوق مش قادر يستوعب الناس، مش كده؟ طب حلو قوي، يبقى نعمل منصه لكل الناس اللي بتعمل افلام، شباب بيعملوا افلام ما حصلتش وبياخدوا مهرجانات وجوائز عظيمه في العالم كمان وبيصرفوا عليها من جيبهم ومش عارفين يبيعوها لان الافلام القصيره لا تباع. حلو تمام. طيب الراجل اللي عمل فيلم عظيم ده مش عارف يعمل فيلم تاني، ما خلص ما خلص فلوسه كده، لكن ايه المانع ان يبقى في منصه تاخد الفيلم ده وانت تاخد الانكم بتاع المشاهده بتاعته، مش احنا خالص، احنا هناخد من الفيورز والاعلانات، وانت حط فيلمك وانت اللي هتقبض، كل واحد هيخش يعمل سبسكريبشن يتفرج على الفيلم، الفلوس دي جايه لك انت وانت وشطارتك بقى، فانت وشطارتك هتحط كام فيلم وهتكسب قد ايه عشان تعمل افلام تاني. فانا شفت ان دي خطوه مهمه جدا اللي محدش عايز يعملها، قلت طب ما اعملها انا، ما انا فاضيه يعني. ايوه بس مش سهل يعني، مش سهل، لا عايزه، عايزه حاجات كتير قوي، عايزه دراسه وعايزه تحضير وعايزه بتاع، وانا اصلا بما ان انا فاضيه وما عنديش شغل فني كتير خالص، فعندي وقتي بتاعي، احلامي اللي كان نفسي فيها بس ما كنتش فاضيه لها ابتدت تتراكم عليا، انه طب ما احنا قاعدين ما تيجي نعمل كده. كان حلم ليكي مثلا؟ اه طبعا، ورحتي وعملتي طبعا. حصل ايه طيب؟ انا بخرج مسرح دلوقتي، بنتج وبخرج وبمثل روايه جديده، اعتقد والله اعلم يعني حسب مشاهده كل الناس اللي شغاله معانا لحد دلوقتي ان دي هتكون حاجه ما حدش شافها قبل كده خالص في مصر. اخترتي المسرح مش السينما مع انك كنت داخله درس سينما؟ ده مكاني، ده مكاني الحقيقي. يعني انا مولود عشان اقف على المسرح مش عشان امثل في اي حته تانية بصراحه. طب احكي لنا على التجربه دي، حكايتها وجت منين؟ لا خالص، ده لسه بقى لسه، بس هي حاجه غير مسبوقه فعلا خالص عالميا بجد. مش بتكلم كفرجه، انا بتكلم تجربه، كعرض بقى. أوكي. كنص وكطريقه فرجه. نوع المسرح ايه؟ لا هو ميوزيكال كوميدي، ميوزيكال كوميدي بس التكنولوجي مختلفه خالص، بس ما حدش عايز يعملها برضو، فانا قلت طب ما نعملها احنا شباب. من ده على ده يعني، انا من ابطال العرض، مش هقول الباقيين لسه، لكن معايا احمد سلامه، معايا علي كمال هنا من 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 هنا، احمد الناصر اللي عامل الالحان معانا برضو، يعني كده يعني كده، لكن معظم الحكايه هتبقى شباب. قلتي جمله مهمه وحضرتك بتتكلمي، قلتي انه عشان انا مش ناشطه فنيا او مش يس. مشغوله فنيا. ايوه ليه؟ وليه لا؟ ما هو المهنه دي كده، ما عشان انا متربيه في بيت فني اصلا، فانا عارف الحكايه دي من قلبي، بشتغل فما عنديش البانيك بتاع هو انا ما بشتغلش ليه؟ لا ما عنديش الحاجات دي. بس في ناس بيجي لها بانيك. بس انا ما بشتغلش ليه عشان قرار ولا علشان المعروض مش مناسب ولا ايه؟ لا لا لا، اي ممثل في الدنيا وخصوصا لو ست يعني، الراجل السبان اللايف سبان بتاعه في التمثيل اعرض شويه، لكن الستات في التمثيل في الدنيا كلها بصراحه باستثناء تجارب خاصه جدا يعني، لكن الماجوريتي اللي انا منهم عباره عن ايه؟ انه في مرحله سنيه السينما والتلفزيون عايزين ابطال صغيرين في السن، البطل مش كبير، البطل لازم يبقى شاب وشابة. مرحلة الشباب دي في حياة كلنا بتبقى مرحلة شباب، بعد كده خلاص احنا بنكبر، فلازم تعمل سويتش، لو ما عملت سويتش السوق هيعمل سويتش لأنه بيدور على الشباب وعايز ناس صغيرين، لأن دي تجارة وده صناعة يعني. وده ما يزعلش حد، بس أكيد في بقى بنوائم يعني، بنشوف بقى طيب احنا فين في الحتة دي، طيب احنا نوع الادوار اللي ممكن اعملها في الفتره دي عامله ازاي، وانت بتعملي كده بتختاري نوع ما الادوار؟ ما هي بص يعني انا معلش، لان انا برضو انت انا منتجه اصلا، فانا عارفه انتاجيا اللي بيدور ده بالنسبه لي انا شايفاه صح يعني، ده طبيعي يعني، من اول الابيض واسود هم دايما خمسه سته، دايما هم خمسه سته يعني، ايام فاتن حمامه و مريم فخر الدين خمسه سته رجاله وستات، وبعديهم نجلاء فتحي وحسين فهمي خمسه سته، وبعدين مش عارف خمسه سته، وبعدين دلوقتي خمسه ستة. هو كده ده سيستم في العالم كله. صح. اللي مش واخد بقى، اللي مش بيحاول يفهم هيجي له بانيك، لانه على طول وانا لا ليه مش معاكم ليه؟ لانه
الحسبه كده، الحسبه كده، والاعمال الفنيه ما تقدرش تغطي كل الناس، ما تقدرش. لكن انا بشوف انه يعني كان في افيه زمان كنت بقوله اللي هو الفنان مرحله، يعني يعني انت في مرحله، انا بالنسبه لي في مرحله انا سماح انا الممثله عايز اعمل احلامي انا كممثله. عملت ده 30 سنه حلو قوي، بعد كده انا عايزه ايه؟ عايزه اعمل حاجات تانية، لان انا كمان بايفولف، مش بس السوق ايفولفد بعيد عني، انا كمان ايفولفد، انا كمان اللي نفسي فيه بقى ورايا خلاص، يعني انا عملت ده خلاص. فلما يجي لي ده طب ما انا عملته، ولما بيجي بيبقى اقل بصراحه. يعني انا ما بيجيليش حاجه احسن من اللي عملته خالص. فلما بخش اعمل حاجه بخش اعمل حاجه يمكن عشان انا عايزه اشوف سيستم الشغل عامل ازاي، ممكن يبقى النص فعلا انتريجنج قوي، ممكن يبقى الدور ده الله انا ما عملتش كده قبل كده. ايه اخر حاجه زي مثلا المسرحيه دي اخر حاجه حركتها؟ حالا دلوقتي بصور مسلسل مع هاني خليفه المخرج العظيم، انا بالنسبه لي ده عظيم فعلا. اسمه 420 دقيقه مع زينه ومحمد شاهين. الدور ده انا نفسي عمري ما تصورت ان حد يفكر فيا عشان دور زي ده. دي اول مره مع هاني خليفه، اول مره مع هاني خليفه، واول مره حد يفكر في كده اصلا لسماح انور. يعني قلت له انت ازاي فكرت يعني يعني انا جاي اقول لك نجيب مين بصراحه يعني اللي هو ازاي يعني. لكن الحقيقه انا مبهوره بالنتيجه، يعني انا نفسي ما كنتش متوقع ان ده، يعني انا قلت له انا هفشل اكيد في الدور ده، مستحيل هعرف اعمله. بس الحقيقه هو مش عايز اعرف تفاصيل عن الدور، بس عايز اعرف جنرا العمل ايه، ثريلر يعني ثريلر وهكذا. يس حلقات قصيره ولا خمس حلقات اوف سيزون. شايفه دي حاجه بقت صحيه دلوقتي؟ مش حكايه صحيه ولا مش صحيه، هو مفيده للدراما، لانه في برضو الناس اللي بتحب تقعد تطول مع المسلسلات، لان ده نوع وده موجود وده محبوب في كل الحاجات، كل حاجه بتبقى موجوده. وبعدين الاتنشن سبان بتاع الناس بسبب السوشيال ميديا والكمبيوتر والتكنولوجي بقى فعلا 5 سكندز بجد، يعني ما تقدرش تدي للناس اكتر من 5 ل 10 ثواني الا لما تلاقيه هو عمل بريك ورجع تاني. البريك ده بيبقى ثانيه ثانيتين بس لازم يحصل ده. فما تقدرش تكلم حد كتير وتتوقع انه فاهمك ومتابعك وكده. فالخمس حلقات ده شيء لطيف جدا جدا. ايه اللي بيحركك في مواضيعك اللي بتختاريها في واحتكاكك بالشباب؟ وزي ما انا قلت مثلا انت عندك مثلا حاجه زي مهرجان، عندك حاجه زي المسرح، عندك ومع كده اللي بيتابع صفحه سماح انور مثلا هو هيحس ان هي اكيد قاعده ما وراهاش متفرغه للحكايه دي. ايوه وده مش حقيقي خالص، يعني دلوقتي قاعد انا مسلسل بقى واصل مسرحيه والمهرجان ايوه. طب يا ست بتجيبي الوقت ف ايه اولا اللي بيحركك؟ بتختاري مواضيعك لانها بدات تكون يعني متوسعه جدا، تختاريها على اساس ايه؟ وده برضو اداكي اضاف لك ايه؟ لان التجربه دي انا ما ينفعش افصلها عن الست اللي قاعده قدامي دلوقتي، لان هي حقيقه تجربه ملهمه جدا. هي التجربه بتاعت السوشيال ميديا دي اصلا بدات معايا من سنه 99. 99؟ يس. أنا عملت حادثه سنه 98 جامده قوي طبعا، وسافرت 11 سنه، سافرت منهم اربع خمس سنين في الاول، والسفريه الاوليه كانت في امريكا، قعدت سنتين هناك. وانا من الناس حسب كلامي اعتقد فهمت ان انا ما بعرفش اقعد ما وريش حاجه. صحيح. انا مش من الناس دي خالص. لازم اصحى عشان ورايا حاجات، لكن اصحى ما وريش حاجه كده ممكن اقطع شراييني برضه يعني. دي شخصيه ده طبع. ما اقدرش، لازم اعمل حاجه. لازم. فانا اصلا يا اما بعمل بروجكت يا اما بذاكر انا حاجات ليا انا عشان اتعلمها وبعدين اعمل بروجكت. فاهم ازاي؟ يعني دي حياتي عموما. حلو. ففي الايام الحاسه دي ما كانش عندي اي حاجه تتعمل خالص غير ان انا قاعد بشتغل كده في السرير وخلاص مستني اعمل. ده الوقت اللي ذاكرت فيه سينما. ده اللي ذاكرت فيه ذاكرت إخراج سينما وذاكرت كولنري، يعني بقيت شيف من كوردون بلو في فرنسا. وكمان وعملت ال راندم قوي. كل حاجه بحبها لازم اذاكرها. حلو جدا. لازم. ايوه بس مين اللي جاب القلعة جنب البحر؟ يعني طبيعي فاهم، شاف دايركت ايه في ايه؟ لانه انا بحب كل الطبيخ، كل دي جوانب في شخصيتك. بحب الطبيخ، لكن انا عايز ابقى لما اقف جنب جوردن رامزي ايوه اعرف اكلمه بلغته واعرف يعني لما يجي لي شاف اعرف هو بيفهم ولا لا، لان انا كمان شاف. انا بحب كده، انا دي فاشن عندي من وانا في المدرسه. انا بس ما بعرفش، بس دايما اقول لك عندنا برضو معتقدات، اصلنا افكار مقولبه كده. صحيح. لا صاحب بالين كذاب، واصل سبع صوايع والبخت ضاع، وتقعد بقى هتقعد بقى تهري هنا وتهري هنا وفي الاخر فما مش موقفاك الحكايه دي. والله المثل ده ينطبق عليه هو.
مش عداني ولا حاجه. يعني اي حد قال مقوله انا موافقه، بس بالنسبه له يعني مش لازم انا اقول له امين يا باشا. ما انا مالي، انا مالي، انا عملت حاجه ثانيه ونفعت على فكره. ممكن تبقى مقوله برضه، ممكن تنفع مع ناس زي كده، لانه مش كل حاجه ناخدها ونجري بيها لا. فانا بحب اعرف كل حاجه، انا دوده كده بحب اقرا. يعني لو جات لي طعميه في جرنال هشيل طعميه انا كده. أنا بحب اعرف، عندي دي من صغري. anyways فقعدت بقى ايامها كان عندي اكتئاب فظيع لان قطعوا لي رجلي وبتاع، وقعدت في ده 3 4 سنين فمش عارف، وجالي اكتئاب بجد بقى وحاجات كده، لان انا مش عارف اعمل حاجه اللي انا بحبها. وانا ايامها كان دماغي لسه مقفوله في حته ان انا ممثله وبس. مش بس ممثله، انت جزء كبير جدا من كيانك ليه علاقه بالحركه. ايوه ايوه، وان انت اكتف ايوه، واكشن وافلام اكشن واحمد السقا يعني حياتك حتى كان احمد السقا يعني فقطعت عيشي خلاص يا معلم، خلاص انا هقطعوا رجلي اصلا. المهم بقى يا حرفيا ما في اصلا انا بحاول اعملها كده. ده كان بجد، ده كان بجد جدا يعني. فطب هعمل ايه هعمل ايه هعمل ايه؟ فقلت ايه، انا لازم اشوف حل عشان ما اكتئبش كده وانا ما اصل انا مدبسه فيا، انا قاعده معايا بقى ليل ونهار ومفيش حد، فلازم انا اتبسط معايا، ما انا مفيش قاعده مع حد غيري. بس هي عارفه هعملها ايه؟ زي الحد مسجون. ايوه بجد والله العظيم. أيوة. حد زي مسجون كده، فبعدين طيب بعد ما تسجل هيعمل ايه؟ طب نبتدي بقى نشوف لنا شباك، نرسم على الحيطه، نعمل اي حاجه نتسلى بقى. فابتديت انزل بارنز النوبلز هناك، المكتبات الكبيره دي قوي، واروح على في سكشن بلد كده اسمها سيلف هيلب بلد كده هو دلوقتي بقى خلاص، هو ده اللي الناس عايشه عليه بجزء كبير. فقعدت يعني مش هقول لك، يعني انا كان معايا فلوس كتير جدا، الفلوس دي صرفتها على كتب وسيريز وكورسز ودبلوماز وحاجات، يعني بقى عندي اوبسيشن، لان كل ما بعرف اكتر وبتصلح اكتر بتجنن اكتر. الله، ده في حاجه تانية غير اللي بيقولوا عندنا دي خالص، وعملتها ونفعت وماشيه مع خلقه ربنا بتاعتي، مش ضدها ولا حاجه، مفيش صراع جوايا خلاص. فابتديت اتوسع بقى، وبعدين رحت بقى خدت دبلومه بقى عند جون جراي وعند باب بروكتر، واشتغلت بقى بيزنس وريليشن شيبس اللي انت عايزه بقى، توسعت. هيصه بقى. يلا بقى. وبعدين رجعت مصر، فزملائي اصحابي صاحباتي بتاع حاجات كده في الوسط، لا عندهم واحده عندها مشكله في كذا بقى هتتطلق بتاع مش، فبقعد اقول لها كذا 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 كذا، فتروح تعمل كده وترجع تقول لي ازاي انت عرفتي ازاي؟ اقول لها ما عرفتش حاجه، ما دي حاجات انا متعلماها، ده مش رايي. مش بفتي يعني. مش بقول لك بصي بقى يا اختي، لا خالص، ده انا بقول لك حاجات اعتماد جارتي. في ناس يعني عاشت حياتها عشان بس تقول لك الجمله دي فتنفع، فاهمه؟ فانا قلت لك المعلومه. علم وتجربه. علم، بسم الله عليك. فابتدوا يقولوا لي يا سماح لازم تقولي الكلام ده للناس، في الناس ما تعرفش الحاجات. انا طبعا لحد ما ابتديت من سنتين ما كنتش متصوره للحظه ان اللي انا عارفاه ده ما حدش يعرفه بجد بقى. لما قعدوا يقولوا لي لا اطلعي وقولي ولايف وبتاع مش عارف، انا مش شوي، انا ما بحبش الشوهات يعني، ما كنتش حابه اطلع لايف وما كنتش حابه الحاجات دي، بس لما اصحابي قالوا لي لا لازم وكده يا سبحان الله وابتديت اتكلم وبتاع مش عارف ايه، وانا فعلا عمري في حياتي ما فتحت لايف وانا عارفه هتكلم في ايه والله خالص فعلا نهائي. اوكي. I'm just talking وبلاقي الناس مثلا تقول طب نعمل ايه في مش عارف الناس اللي بيعملوا حاجه كده نيجاتيف، فيروح مديني الريفرنس فنتكلم، فلاقي الناس كلها عايزه تعرف الحاجات دي بجد كان ما حدش قال لهم قبل كده. فاتجننت بقى، بقت دي ماي لايف ميشن، اللي هو انا عاوزه اوصل المعلومه باي طريقه باي طريقه، هتعمل بيها حاجه مش هعمل بيها حاجه ماليش فيه، بس في معلومه اعتقد هتنفع عندك اسمعها كده. فدي مشكلتي في الحكايه دي، ان انا عايز اوصل المعلومه، انا ما عنديش مشكله يعني، في ناس بتمدحني كتير جدا وفي ناس بتشتمني كتير جدا، طبيعي. I really don't care، مش دي قصتي خالص، انا عايز اوصل المعلومه. معلش اسال سؤال، اللي بيشتم بيشتم على اساس ايه؟ يعني لا ايه وجهه الاعتراض؟ معروفه اصل اللي هو انت هتعملي فيها فاهمه وانت مش عارفه ايه يا مسترجله الحاجات بقى اللي هي مالهاش دعوه باي حاجه يعني. طيب تمام، I don't care، مش مهم. أوكي. مش مهم. أوكي. المهم ان انا اوصل لك المعلومه واحتمال تنفعك. ابويا كان قايل لي حاجه زمان الحقيقه دي حلوه جدا، يعني كل ما اعملها بتنفع،
كان يقول لي ايام المذاكره لما كنت بشتكي بالمذاكره، فكان يقول لي ما تحفظيش افهمي، فاقول له ايوه بابا انا بعمل كده بس برضه في حاجات دازنت يعني ما بتركبش. فكان يقول لي ايه، عايزه تتعلمي صح جدا وتنسيش ابدا اللي اتعلمتيه؟ اقول له، هيقول لي علميه لحد. اقول له اعلمه لمين؟ يقول لي اشرحي لك. وراح جايب لي سبوره في بيتنا، سبوره كده في اوضتي، فبقيت اقعد اشرح لي تيتشر واشرح لي، عارف سعيد صالح وزعقت لي وهزقت لي بالظبط يعني. فالطريقه دي عجبتني، عجبتني لانه فعلا بقيت اتعلم اسهل، بقيت افتكر اكتر كمان. فالسوشيال ميديا عمل معايا كده، انه كل ما بقول للناس المعلومه كل ما انا بتصلح كمان اكتر. طب انت تتعلمي منهم؟ من مين؟ من جمهورك على السوشيال ميديا، يعني زي ما هم بيقولوا لك انت كمان مثلا ممكن يقولوا لك حاجات، ممكن تلاقي نفسك مثلا انا ما فكرتش في الحكايه دي، ممكن تنظر دي تصدق عندك حق. طب ممكن الى حد كبير لا طبعا، لانه انا ما بقراش الكومنتات لانها بالالفات بصراحه. وفي نفس الوقت في ادمنز للصفحه يعني، انا بس بطلع لايف. وفي نفس الوقت بعمل سيشنز مع الناس برايفت وحاجات كده، فالوقت ضيق جدا جدا. انت عارف طبعا، انت لو دخلت على الفيسبوك مثلا طبعا. فتحت 10,000 كومنت هتعرف تجيبهم ازاي يعني. الفيسبوك نفسه صحيح. بعد شويه هيقول لك خلاص هم بقى اقعد بقى. فانا اتعلمت انه خلاص بقى في ادمنز بيشوفوا الكومنتس وكده. لكن انا بالنسبه لي يعني الوقت كله رايح في ان انا يعني اشوف حاجه، اتعلم حاجه يعني كل يوم احسن. لاني بقيت عاجبه الانفورميشن اكستشينج اللي بيحصل ده. ايه اللي جاي بالنسبه لك غير المسرحيه، وايه اللي اكتر من كده يعني؟ انا عارف صحيح مش عارف. انت مجنون. طبخة ايه بكره؟ انت مجنون. بما ان بعدك انا في كورس عندي مهرجان والمسلسل والمسرحيه والمسرحيه الجديده، فقشطه جدا. ايه طب اوكي هصيغها لك بطريقه ثانيه عشان هي فعلا حاجه في دماغي يعني. ايه اللي مشغلك مش مشاريع، ايه اللي شغلك؟ الامور العامه لا ما بشغلنيش قوي خالص خالص. ليه؟ اقول لك ليه؟ ليه؟ مش شغلي. انا شغلي اشوف شغلي. والكلام ده للجميع مش لينا بس. انا شغلي اشوف شغلي، لان الحياه دي مش مسؤوله عن كل حاجه براها الحقيقه. هي مسؤوله عن البتاع اللي بيقولوا عليها سماح. فانا عايز اللي بيقولوا عليها سماح دي زيك وزي كل الناس، كل واحد فينا عايز يبقى يعني الشجرة عايزة تبقى أشجر شجرة، والوردة عايزة تبقى أورد وردة، والقطة عايزة تبقى أقطط قطة، وسماح عايزة تبقى أسمح سماح وكده. يعني كلنا عايزين نبقى أحلى حاجة. صحيح. صح؟ طبيعي. ده فول تايم جوب، ده مفيش وقت. ده أنا عايزة 20 عمر على عمري بس أكفي اللي في دماغي، مطرة الفرص اللي جوه دماغي. حاسة إنك عملتي جزء كبير من اللي نفسك تعمليه؟ حققتي جزء كبير؟ ولا حاجة. ما أنا كذا حد يقول لي ربنا يديك الصحة، أقول له يا ابني ده لسه بسخن، لسه عملت حاجة. ده لسه استنى. بس قصدي اقول ان في ناس بيشوفوا ان لو بداوا يرضوا عن نفسهم او يحسوا ان هم عملوا اكومبلشمنت هيريحوا. هل انت من الناس دي؟ يعني ما تحبيش تبصي يعني انت مثلا في حاجه مثلا مشروع كان نفسك تقف على مسرح قومي عملتيه، ما تحسيش انه طب خلاص مش هخش على مسرحيه ثانيه، ما تستني شويه يعني مثلا يعني فاهم قصدي؟ يعني بالنسبه لك النجاح لا ما بتفكريش فيه قوي عشان ما تحسيش ان انت خلاص ساتنت فما تكمليش؟ ما بتبصيش ورا يعني زي ما بيقول؟ انت لا انت صح في الحته دي يعني. بمعنى ايه؟ انه هي قرارات كل واحد يعني، كل واحد متعلق من عقوبه. هي اختيارات، هي اختيارات. انا مش مربوطه عمري في حياتي ما اتربطت بحبل اسمه النجاح ده خالص نهائي. او التحقيق على فكره، ما ممكن اكون ما نجحتش بس حققت حاجه. لا او عملت حاجه. وجهه النظر في النجاح والفشل اصلا مغلوطه خالص، مخليه الناس كلها مرعوبه من الفشل ومرعوبه من النجاح الاثنين. صحيح. ايوه طبعا الاثنين، لان ممكن يكون انت تخط التجربه ده في حد ذاته نجاح. انك خطها لو انت مثلا حاجه مثلا كنت بتخاف منها وعملتها وطلعت من الكومفورت زون بتاعتك وعملتها، بس نجحت ما نجحتش ده اصلا نجاح. لازم تقول لنفسك برافو انا على الاقل خدت الخطوه مثلا يعني. بقول مثلا ايوه انت صح، بس هي كلمه فشل ونجاح بقت مطلقه قوي لدرجه انه الناس بقت عايمه جواها يعني. يعني الناجح مش عارف انه ناجح والفاشل مش عارف انه فاشل فعلا بجد. ليه؟ لانه الناس خايفه من الاثنين يعني. انا خايف من الفشل، واللي بينجح خايف ما ينجحش الحاجات. الحقيقه انه الفشل والنجاح هي حاجه واحده، حاجه واحده زي الحياه والموت، زي النفس شهيق وزفير. ما تقدرش تقول الشهيق نفس والزفير مش يعني، تقدر يعني ده جنان. الفشل والنجاح حاجه واحده. لا المسرحيه دي هو انت جيت تتفرج عليها النهارده، هل انا ينفع اجي النهارده بس واعرضها كده ولا لازم اجي قبلها بسنه؟ طبعا.
وافشل كتير عشان انت تيجي النهارده تقولي برافو والله، مش كده؟ صحيح. يعني انا لازم افشل عشان انجح. صحيح. اما كتبنا الاي بي سي صحيح، مش قعدنا 600 مره وايدينا اتشلت واحنا في حضانه وبتاع. بس دلوقتي انت بتكتب وانت مش باصص، لانه ده البروسس، احنا بنتعلم كده. صحيح. ما بنعرفش ننجح من غير ما نفشل. صحيح. ربنا خلقنا كده. فاللي عارف كده لا خايف من فشل ولا خايف من نجاح، لانه لا ده قاعد ولا ده قاعد. انت بتشل وتنجح، وتفشل وتنجح، كل حاجه بتعملها شويه فشل وبعدين ننجح. صحيح. بس صحيح. وخلاص وانتهى. حتى يبقى ملل قوي اللي انما حد يقول لك انا عمري ما نجحت. لا ده انا عمري ما فشلت، ده كذاب. ده انواع الملل. وانا يعني عمري ما فشلت. او انا خايف افشل. ما انت لا يمكن، مش هتفشل، مستحيل، لازم تفشل. كمان. يا عم مش هتعرف تعمل نجاح لو انت ما فشلتش، مش هتعرف تعمل نجاح. ما هو انت لو كل حاجه حلوه بالنسبه لك الفشل مهم جدا. زي الالم بالظبط، يقول لك بخاف من الالم. ما ينفعش، مش هتعرف تبقى بصحة عظيمة وبحال عظيم من غير ما تتوجع شوية وتتعب شوية وتطبق شوية وتجوع شوية. ده ضروري، ده ضروري للصحة. ما ينفع. الكونتراست مهم، وده استثناء. يعني الألم استثناء، الصحة هي القاعدة. الحال الحلو هو القاعدة، الفقر، الجو الوحش، البرد، العيا، كل دي استثناءات. ما حدش عايش كده على طول. لكن المشكلة الناس عايشة هنا في الاستثناء وسايبه القاعده، وعامل لهم شبح كبير عايشين بيه، وخايفين من بعض، لان كل واحد متصور انه حاله في ايد غيره، والحقيقه مش كده خالص. ممكن نقعد نتكلم 70 سنه ممكن. بس يلا بينا نروح. مش هعمل كده. بس انا بجد مبسوط جدا جدا. واكيد احنا مبسوطين انت معانا لاول مره، مش اخر مره ان شاء الله. باذن الله. مبروك على كل حاجه، وكل التوفيق ليكي في كل اللي جاي. ومتحمسين لتجربه هاني خليفه، متحمسين للمسرحيه، متحمسين للمهرجان، متحمسين للاكل اللي هتعمليه. اكيد هنشوف يعني اي حاجه هتبقى متحمس لها. اوكي تمام يعني. ثانك يو سو ماتش، وبجد نورتينا. سو فيري ويلكم. ثانك يو. كان معانا النجمه الجميله سماح انور، وما اعتقدش ان في حاجه ممكن اقولها اكتر من كده. تصبحوا على خير.